رديتي على اصلك؟ إيه هذا اللي كنت تسوينه في بيت اهلك قبل ما تين وتعززين في بيتنا؟ قلت لك شيل البنت من راسك يا جاسم، البنت ما تصلح لك. يبا هذا تفكيره مريض. احترم نفسك عاد، لو شافوك ريال وكفو عشان ما ردوك. فيصل ايش تبي تقول انت؟ ايش تبي تقول؟ اسمعني، ابيك تلزم حدودك معي. مو كل شوي تروح عند ابوي وتتطلب منه، ولا ترى ها بفضحك انت وزوجتك قدامه. دخلك نار، النور يطبخ، تبي تنتقم منه؟